السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، الاحوال ديالكم طيبه. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم كما كتشوفوا غادي نحضر معكم واحد الكيك. للصراحه وكيك لي رائع، يعني تحضروا ان شاء الله غير في النهار الكبير، المناسبات الاعياد، يعني الا عندكم هكا شي ضيوف عزاز كيجي معلك لذيذ لذيذ بزاف، اكيد غادي يعجبكم وين الرضا ديالكم. طريقه التحضير ديالو اللي بسيطه بسيطه بزاف، وحتى المقادير اللي غادي تكون ان شاء الله متوفره في كل بيت. كنتمنى ما تنسونيش باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم فائده على الجميع. وبقاو معايا ان شاء الله نمروا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اول مرحله بديت معكم الطريقه ديال التحضير مباشره ومع المقادير. عندي هنايا بالنسبه للدقيق 125 غرام من الدقيق، جمعي القط صغار ديال الخميره الكيماويه كنخلوهم بهذا الشكل. هذا ضروري دائما الدقيق كتنخلوه باش دائما كيكون كيجيكم هكذا الكيك مهوي ومفشفش. صافي، من بعد غادي كنندمجوا بهذا الشكل. هنا عندي 150 غرام من مزيج ديال اللوز بالجلده ديالو والكركاع او جوز او الجوز، يعني كتقدروا كديروا غير اللوز حاجه وحده. صافي كتهرمشوه كتصهدوه واحد شويه وكتهرمشوه، ماشي كطحنوه بزاف، يعني كيتهرمش رقيق وكتدمجوه هكذا مع الدقيق. هذه الوصفه هذه رانا دايرها قديمه في القناه ديالي وبغيت نعاودها معكم لانها صراحه كتجي رائعه لذيذه بزاف. هنا عندي السكر كما ضفت غير 100 غرام، كتقدروا كديروا 150. انا الصراحه كنقص من السكر، كتجيني هكذا معتدله، حيت من بعد غادي ندير هكذا الشوكولات، يعني غادي تكون عامره بالكراميل، وهذا غادي تجي هي هذيك في الحلاوه ديالها. وهنايا كما كيبان لكم كنضيف 5 البيضات. البيضات غادي يكون هكا الحجم ديالهم متوسط. بالنسبه للسكر انا ضفت غير 100 غرام، كتقدروا كضيفوا 150 غرام على حسب الرغبه ديالكم. كاين اللي كيبغي هكا الكيك او الحلوه كتجي هكذا، المهم كتجي هكا حلوه بزاف، ماشي بزاف، كتكون شويه معتدله. انا كنحاول دائما كنقص من السكر. صافي كندمج هاد العناصر كما كتشوفوا مزيان غير بالطراب اليدوي، ومن بعد غادي نضيف 20 كما كتشوفوا مليليتر من هذا الزيت النباتيه. صافي وكنبقى هكذا دائما ماشيه بال يعني مع هكا الخلط عفوا. من بعد هنايا عندي بياض بيضه اللي ضفت عليه القليل من الملح، وغادي نخفقه حتى كيتضاعف الحجم ديالو. صافي كما كيبان لكم هنا حتى كيولي لي على هذا الشكل هذا. وفي هذه المرحله كنبقى نضيف هكذا البياض البيض بالتدريج دائما مع الخفق من الاسفل الى الاعلى، يعني دائما في هكا ملي كتديروا هذه المرحله هذه ديال بياض البيض باش ما كيطيحش معكم لهاد هاد البياض تاع البيض، كيجي هكا كيخلي دائما الكيك كيجي هكذا مهوي، يعني كتبقاو دائما بواحد الطريقه اللي من الاسفل الى الاعلى غير بشويه. صافي انا غادي نبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى غادي نكمل هاد البياض البيض. وكما كتشوفوا هذا هو الخليط كنحصل عليه على هذا الشكل هذا. هنايا عندي واحد المول اللي كيكون هكا ديال المول عجيب، غير هو ما كيكونش هذيك الوسطانيه غارقه بزاف، بغيت يعني باش هكا نزوقو ندير لي واحد يعني واحد الحشوه اللي كتجي صراحه لذيذه. كنضيف هكذا كندهنوا بالزبده وكنضيف عليه الدقيق، ومن بعد غادي نضيف هذا الخليط عفوا، وغادي ندخله للفران اللي كتكون درجه الحراره 160. صافي كتخليوه تقريبا واحد 15 دقيقه. ضروري دائما انا كندير هاد العود هكا بهاد الخطوط هذه، لان الصراحه كيخلي دائما الكيك كيجينا هكذا طالع ومهوي.
هنايا كما كتشوفوا عندي كريم كراميل ديال الشوكولاته، عندي تقريبا 150، هنا درته في الميكرووند باش هكذا يطلق معايا. يعني كاين كريم كراميل ديال هكذا الكريم كراميل، وكاين هذا ديال الشوكولاته. كتقدروا الا ما توفرش عندكم كتعملوا غير 150 غرام ديال هكذا الشوكولاته. صافي كما كتشوفوا ضفته هكذا انا في الميكرووند كما ذكرت باش يتطلق معايا، وكنحاول هكذا كنخفقو مزيان باش كيتطلق. هاد الصراحه كريم كراميل رائع، كيجي لذيذ بزاف. من بعد هنا عندي اللوز اللي محمص بالجلده ديالو ومهرمش على هاد الشكل هذا، كنبقى نضيف هكا ضفت واحد 3 معالقات كبار يعني على حسب هاد الشكلات اللي عندي. وغادي كما كتشوفوا غادي هكا كنبقاو هكذا كنجمع فيه حتى كنحصل على هذاك القوام اللي بغيت. هنايا غادي نزيد مره ثانيه، غادي نزيد 2 معالقات. يعني كما كتشوفوا الطريقه راها سهله، ولكن هاد الكيك غير جربوه كيجيكم رائع، معلك لذيذ لذيذ بزاف. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للكيك يعني ملي هكا كنخرجوه من الفران كنخليوه حتى كتبرد تماما، كتجينا واحد الكيك اللي مهويه مفشفشه بزاف. وهنايا مباشره غادي نضيف كما كتشوفوا هذا الخليط اللي درت معكم، يعني هاد الحشوه هذه كنحاول كنبسطها مزيان. كنتمنى غير تجربوها، اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنا في هذه المرحله صافي هذا يعني عملتها هكذا، يعني كتحاولوا هكذا كتبسطوها مزيان. وهنايا ضفت الكريم كراميل اللي هكذا غادي كما كتشوفوا غادي ندهن به هذا الكيك من الجوانب مزيان، من الجوانب ومن الفوق في الحاشيه ديال الكيك. علاش انا في الاول ما درتش هكذا السكر، يعني ما درتش 150 غرام كامله. يعني هذه المرحله كما كتشوفوا بالنسبه للحشوه يعني فيها الكريم كراميل ديال الشوكولاته وهكذا كندهنوا بالكريم كراميل يعني باش ما كتجيناش هكذا يعني كتلسعكم بالحلاوه، كتجيكم واحد الحلاوه اللي كتجي معتدله. صافي هنايا كما كيبان لكم من بعد ما كندهنها مزيان يعني من الحاشيه الفوقانيه ومن الجوانب. هنايا عندي رقائق ديال اللوز اللي هكذا كيكونوا محمصين، وصافي غادي نزين بهم هذا الكيك. يعني غادي نعمل واحد الطبقه اللي كتكون زعما هكا مزيانه، يعني غادي نضيف هكذا من الجوانب، غادي نلبسها مزيان هذه الكيكه يعني من الجوانب ديالها ومن الوسط، يعني كتعطينا الصراحه واحد اللذه، حتى كيزيد هاد رقائق اللوز لذه وكيجي واحد المنظر اللي كيجي الصراحه رائع. اوكي ما كتبان لكم هذا هو الشكل النهائي، ضفت واحد هكذا واحد الرشيشه ديال السكر كلاصي من الفوق وزينت بها الطريقه هذه. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. كما كتشوفوا قطعت لكم من الوسط، كتجي الصراحه الطبقه ديال هذيك كريم كراميل ديال الشوكولات مع اللوز مع هذيك الصراحه الحشوه اللي درتها هي اللي في الكيك، كتجي معلكه بنينه 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 بزاف. اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، غير جربوها. يعني غادي هكا النهار الكبير غادي هكا تحضروا هاد الكيك هادي تحمر لكم الوجه ديالكم. ما تنسونيش دائما بالتعاليق لانها حتى هي كنعرفكم بلي عجبتكم الوصفه، واللي لايك لي لايك اللي دخل وتفرج في هاد الفيديو خليوا لي لي لايك ديالكم ديك البصيمه ديالكم. وكنتمنى ان شاء الله خليت لكم الراحه وراحه البال ان شاء الله والهنا. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.